أقيم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية حفل الفنانة إيناس عبد الدايم عازفة الفلوت والفنانة منى واصف عازمة الهارب. النهارده بصراحه حفله بالنسبه لي خاصه جدا وجميله، لان الفلوت والهارب التين دايما في بينهم تناغم كبير جدا جدا، وانا مع رغم انشغالي بالمشغولات الاداريه كتير، بس حقيقه سعيده ان انا بقدم الحفله النهارده، وخاصه بقدمها مع منى واصف الرائعه. يعني البرنامج هايل، برنامج جميل، وبعدين حظنا طلع ان هو يوم المراه العالمي، فيعني ده بالتالي اجمل تمثيل لينا. يعني دكتور ايناس طبعا عبد الدايم من عازفين من سلسله طول عمرها، السلسله الاولى في الموسيقى الكلاسيكيه، وهي عازفه ماهره جدا وليها اسلوب في العزف، وفي نفس الوقت الواحد بيحب يتعلم الموسيقى كل يوم، فيه فكر جديد بشكل جديد بالموسيقى بتاعتها، بحس ان انا بحاول ده بطوعه في الموسيقى العربيه بتاعتها. الحفلة بتاخد وقت طويل في التحضير بتاعها، يمكن أكتر من شهر مع تحضير البرنامج، يعني مع دكتورة إيناس عبد الدايم. طبعا أولا ده شرف ليا أن أنا أعزف مع دكتورة إيناس على المسرح الصغير، فأنا سعيدة جدا بدوت. وفي نفس الوقت احنا قعدنا فترة وقعدنا نظمنا في البرنامج واخترنا ايه المناسب، بحيث انه يبقى في سيمترية كده في المقطوعات ورا بعض. يعني مش اي جمهور تقدر تجيبيه، يعني هو بيبقى اكيد جمهور بيبقى متذوق، يعني عايز يسمع حاجة يخرج بيها عن الواقع اللي حوالينا، عن التلوث اللي حوالينا، ينقي يعني سمعه وذهنه من اي محيط حوالينا، يعني في حاجة فيها يعني تلوث شوية سمعي. دار الأوبرا هي الدار الأساسية اللي بتقدم العروض ديت، فبالتالي انت بتنوعي ما بين حفلات ريستالات، ما بين اوبرات، ما بين باليه، ما بين اوركسترا، فده انت بتثقفي الجمهور بعدة طرق. يعني الموسيقى الكلاسيكية موسيقى لها جمهور خاص، وفي ظل الموسيقى الرديئة التي نسمعها هذه الأيام، فوجئنا بصالة كاملة العدد لهذا النوع الراقي من الموسيقى. إنجي خالد، لنهارك سعيد.